ناسي أفكرك، دي فقرتنا التانية، واللي الحقيقة صاغتها كلمة للكابتن مدحت شلبي تعليقا على صلاح محسن لاعب النادي الأهلي اللي لما كانش بيلعب فينا ب40 مليون جبتوه ركنتوه، ولما يلعب اللي طلع يسأله على مروان واللي يلقح له كلمة واللي يعمل له إفيه واللي عايز يتقرب لحد على حساب لعيبة النادي الأهلي مش هنسكت في ملك وكتابه. احنا عندنا كل الاحترام والتقدير للجميع. احنا من اوائل البرامج اللي حرصنا على ارساء مبدا الاحترام للجميع والاختلاف مع ما قيل وليس القائل، مع المكتوب وليس الكاتب. لكن هنوصل بقى ان احنا كل لعيب نصطاده عشان نهمده او علشان نكسر مجاديف الاهلي في المنافسه بدري؟ لا، لا على مستوى التحكيم ولا على مستوى التعليق ولا على مستوى المسابقات ولا على مستوى القرارات مفيش حاجه هتعدي باذن الله تعالى. واللي بيننا وبين الجميع العدل والموضوعيه والمنطقيه والاحترام. اتمنى ان هذه المعايير المهنيه تكون واضحه وصريحه، واهلا وسهلا باي اراء. اللي هيطلع يهاجم واللي هيطلع يجرح واللي هيطلع يسيء كل ينفق مما عنده، لكن هتظل رسالة ملك وكتابة بالنسبة للنادي الأهلي الدرع والسيف. ما حدث كابتن مدحت شلبي نشوفه هو في قناة خاصة كان يتحدث عن الإعلام الخاص إزاي. طب خلينا نكون واقعيين في الحوار أكتر عشان نبقى فير في كل حاجة. حضرتك عندك ثلاث قنوات ومودر عندها قناتين وفي الحياة عندها قناة، بنتكلم كده في ايه، ادي 3 و3 6، ودريم عندها قناة ادي 7، والاهلي عنده قناة ادي 8. ده اللي موجود دلوقتي في السوق بتهيألي، مفيش حد اكتر من كده. هتيجي في قناتين 3 جينا انا عارف، لكن خلينا في الـ8 دول. تعال نشوف ان بكلام فير وبكلم المسؤولين في الدولة وبكلم الاستاذ سامي الشريف عشان هنتكلم في الموضوع ده كتير، لأن ما ينفعش التلفزيون المصري يتاجر على الإعلام المصري، ما ينفعش حضرتك تتاجر عليا، ما ينفعش، لأن أنا جزء من الإعلام وأنت جزء من الإعلام، إحنا الاتنين مكونات الإعلام المصري. مفيش حاجة اسمها إعلام خاص وعام، مفيش حاجة اسمها وزير إعلام دلوقتي، وبالتالي كلنا قنوات فضائية وأرضية تخدم المواطن المصري. كلام رائع وكلام منطقي وكلام في الأصول. مفيش فرق بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي، كله بيأدي واجب وطني. مفيش وزير إعلام دلوقتي، كلنا من مكونات منظومة الإعلام المصري. مفيش فرق خالص بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي. والراجل مشكورا عدد القنوات الخاصة وقتها 8، ومشكورا كانت فيهم قناة الأهلي، ودافع بهذا الحق وبهذا المنطق عن الإعلام الخاص اللي شافه بيأدي رسالة مهمة لصالح الوطن جنبا إلى جنب مع الإعلام الحكومي. بل إنه كابتن مدحت قال مفيش فرق، ده كان الكلام في الإعلام الخاص من خلال شاشة خاصة، الكلام من خلال قناة النيل للرياضة كقناة بقى حكومية. وفيما يخص قناة الأهلي نشوف كان الرأي عامل إزاي. لقطة اليوم هي لقطة غريبة شوية، بس خلينا نشوفها ونعقب عليها. ورينا كده يا محمد يا أشرف. ده طبعا استاد القاهرة. وبعدين رائد في الدرة في الركن هناك ما يسمى بالاس ان جي. وهذا الاس ان جي خاص بقناة النادي الأهلي التي لا تملك حق البث المباشر. اس ان جي ده يا جماعة عملية للي ما يعرفش في منتهى الخطورة. اس ان جي ده مفترض انه لا يصرح به الا وفقا للقانون من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، والا اي واحد ياخد اس ان جي ويعلن انقلاب من اي حته بقى. بتكلم بقى كلام خطير. يعني اس ان جي ده معناه ان انا ببث هواء مباشر خارج سلطه الدوله، هذا امر لابد ان يعاقب عليه القانون. ادي الجهاز بشحمه ولحمه. انا عارف ان السي بي سي عندها كتير قوي اس ان جي، ومحمد بن امين الله يكرمه موفر اس ان جي بوفره لدى هذه المؤسسه الكبيره يعني، ولكن كون ان هو يتحط
انا بقول ليه؟ لانه اللي انا قلته ده مش مرتبط بحاجه، مرتبط بان شركه فيوتشر اللي بيملكها استاذ محمد الامين هي اللي مسؤوله او هي اللي دخلت عشان تشتري مباريات الاهلي، وبالتالي من 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 مصلحتها ان هي تسجل لقطات وكذا وكذا وكذا. قناه الاهلي حاطه اس ان جي، ده خطر على الامن القومي جدا، واللي المفترض يملك شارة البث ويملك التحكم فيما يبث إعلام الدولة، غير كده تبقى خطورة ده شديدة ده جدا. عكس كل اللي قاله قبل من شوية بالضبط. ده كده تبقى المسألة في منتهى الخطورة، لأن الأمر كان يتعلق بقناة الأهلي. طيب لما الأمر يتعلق بشارة البث في قناة خاصة بس مش قناة الأهلي، هل تبقى خطر ولا مش خطر؟ بنفس القياس نشوف. أرجو من الإخوان المسؤولين يا جماعة في ملعب برج العرب يسمحوا للوحدة بتاعت مودرن إن هي تخش، عشان دي هتنقل لمصر كلها مرة تانية، لأنه الجهاز نفسه جهاز لابد يبقى فيه موافقة على دخوله. إحنا داخلين في قلب ملعب كورة، مش هننقل حاجة تانية. فنرجو من إخواننا بتوع برج العرب شايفيني دلوقتي، وقوات مسلحة شايفاني دلوقتي، ارجو دي وحده البث المباشر بتاعتنا احنا انقاذ ما يمكن انقاذه غير اللي موجوده هناك دي كاميرتنا. خليه بقى مثبتها كده. انا بشكر السي بي سي وبشكر الاس ان جي بتاعنا وبشكرهم، وان شاء الله هنبقى احنا المصدر الرئيسي لهذا النقد. الاهلي كان يعمل انقلاب بالاس ان جي. ايوه ايوه، اصل انت مش واخد بالك. اتفضل. الجهاز بتاع القوه اسمه ايه؟ الاس ان جي. الاس ان جي بتاع النادي الاهلي كان لابس بيكيني. ايوه. فكان عيب انه يخش الاستاد. هو بقى لابس مايو شرعي. اه. يا اخي هو هينقل ايه؟ ده هينقل الكوره. ما تفوت بقى. الاهلي ما كانش هينقل الكوره. يا اخي ما لو مش لو حد تاني. يعني انا الاول لما قال قال لاهلي ما يصحش يعمل كده، والله انا كنت اقول والله ما يصح. اه. ده اتضح انه لا ده يصح قوي. بس مش الاهلي. ايوه. يكون بتاع انا. ايوه. قناة الأهلي كخة، قناة الأهلي وحشة، قناة الأهلي من يوم ما طلعت في 2008 ودفعت وطلبت بحق النادي في إذاعة مبارياته وسعت لتحرير سلعة مباريات الكورة من اتحاد الكورة وأعادت للأندية كلها حقوقها اللي بتستمتع بيها دلوقتي واللي كل القنوات شغالة عليها. دي كانت الحرب الضروس اللي شنت على قناة الأهلي منذ ظهورها في 2008، وتحمل مجلس الإدارة وقتها وتحمل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي آنذاك الكثير من الضغوط والانتقادات والتحميلات والمشاكل الكثيرة من أجل تحرير سلعة كرة القدم وحق النادي في بث مبارياته أو امتلاكها أو بيع حقوق البث. وعمل الاهلي ساعتها ورشه عمل مع احترام خبراء انجليز الدوله، مع احترام حق الدوله وتوزيع وتنظيم هذه الحقوق. لا هو كل الحلول كانت مع السماح للقناه المصريه الفضائيه بالنقل مجانا او ما اعرفش مجانا ولا بفلوس، بفلوس اظن بس مختلفه يعني، انما بتسمح لها. ما انتش محتكر، انت محتكر بس الحقوق الاخرى. كانت قناه الاهلي ايه كقناه نادي؟ نشوف الكابتن مدحت. هياخدوا حقوق الدوري العام في الكويت؟ عفوا، هياخدوا حقوق بث مباريات الدوري الكويتي؟ لا، هو البث بالكويت تلفزيون اللي بيبث، لكن قناه نادي ما تاخدش. احنا لسه ما ناقشنا هالموضوع، فحيكون بيننا وبين بين التلفزيون بعد ان شاء الله القناه حنشوف كيف حيكون موضوع البث. لسه يعني ما ناقشنا الحقوق، لان الحقوق معطيه للدوري الاتحاد الكويتي، انت عارف بين الاتحاد وبين التلفزيون. مظبوط. فاحنا لسه انا رميت السؤال ده، انت فاهم طبعا مغزى السؤال. فاهم كويس. هو التلفزيون طبعا. اصل احنا يا استاذ فيصل عندنا هم اصدقائنا وحبايبنا واثروا على فكره البث الفضائي، لكن لازم نقول ان بدعه مصريه ليس لها مثيل في العالم ان قناه نادي تذيع بث مباشر مباريات كره القدم بتاعه الدوري. اتحاد الدولي نفسه كان حاطط يعني موانع على هذا الامر، خوف من التعصب وكذا وكذا وكذا. ففيش في العالم الا في مصر، بس مصر ام الاختراع، ما عندناش مشكله اطلاقا. لا بس والله كابتن مدحت، يعني بعد اذنك، عندك انديه اوروبيه برضو ليها قنوات فضائيه وليها قنوات خاصه بيها وبتذيع مبارياتها.
على الهواء؟ على الهواء. قول لي قناة واحدة. في انجلترا اعتقد في ارسنال. لا. او سوري مانشستر. لا 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 اعتقد ان لا لا بس خلي بالك كلامك قدام ملايين. انا عارف احنا مسجل. احنا غير مش موسى انا بحافظ آه. عليك. ما انا لا انت مدير تسويق. لا انا هقول مفيش قناة في العالم بتذيع هوا هوا لايف اللي انت بتقوله مظبوط بس مسجل. موافق جدا جدا جدا. مفيش قناة نادي في العالم. دي بدعة مصرية. ده حاجة مش موجودة في أي دولة. يا عم ما بنزعش أهو. واخد بالك؟ ما يحصلش أبداً إن أي قناة نادي في العالم تذيع ماتشات. دي بدعة مصرية وهات لي قناة واحدة في العالم تعمل كده. معرفش الرأي دلوقتي إيه. أنا مش عارف. الناس هيزعلوا مننا اكيد بتوع الانديه لكن هذا هو واقع الامر واحنا ما احناش في موقف منافسه مع حد اطلاقا بنتكلم بما يرضي الله. كابتن مجدي النهارده قناه ما فيش الا قناه الاهلي فيش غيرها وهناك قناه هتطلع قناه الزمالك اصبح القطبين دول هل العاملين فيهم في الاستوديوهات بتاعتهم هيحترموا الشرف الاعلامي وعدم ايجاد تعصب النهارده هيحترموه بعد الفجعه لكن بنتكلم بعد سنه بعد اتنين بعد ثلاثه واحنا ملوك النسيان هل هيؤججوا مره ثانيه الفتن بين الجماهير او لا هذا امر في منتهى الخطوره على مجلس الشعب ان يناقشه في هذه الدوره قبل اصدار لا وعلى الضوابط اللي بتحط على قانون الرياضه الجديد اللي لازم يطلع لازم الناس يبقى عندها رؤيه ما هو ده احنا دايما بيقول لك احنا محتاجين حد يسوق صح نعم. عايزين ناس عندها رؤيه صحيح. تشوف المشاكل اللي هتحصل في المستقبل ويحضرها من دلوقتي خصوصا يا كابتن ايمن ما فيش في العالم كله نادي يبث بث حي لمباريات والى اخره علشان الاتحاد الدولي قال ده بتنمي التعصب يا كابتن انت لو عندك ديكودر وبتحط لك فيه قناه ريال مدريد المباراه اللي على الهواء بتذيع تفتح قناه ريال مدريد تلاقي ريال مدريد بيلعب ماتش دلوقتي وهم زاعين ماتش من سنه 1960 مظبوط 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 كل تاريخي. كل القنوات الانديه كده ماتش تاريخي مفيش قناه بتبث هواء اطلاقا اطلاقا يا كابتن مدحت احنا بنمارس ريكس احنا في قناه نادي احنا بنمارس بدعه مصريه ما حصلش حاصله في اي حته في العالم مفيش قنوات انديه بتذيع خالص احنا غلطانين جدا احنا محقوقين بس يا ترى حضرتك دلوقتي في قناه نادي ولا قناه دوله اللي حاصل دلوقتي ايه لعيبه الاهلي اللي حضرتك بتتكلم عليهم صلاح محسن اللي حضرتك بتلقح عليه من خلال قناة نادي ولا قناة يا باشمهندس؟ لا هي الفكرة هو بيقول لك بتؤجج الصراع، أنا رأيي اللي يؤجج الصراع إنك أنت تلقح كلام أو ما تحترمش المنافس أو تلعب على أوتار ومشاعر وهذا لا يحدث خالص في قناة النادي الأهلي. أرجو إن هو يلتزم هو بشكل خاص ها؟ هو يلتزم مش النادي الاهلي اللي طلع سلوجن وبعد كده بقى استفيد منه وبقى الافيهات لازم يبقى لي في كل ماتش افيه عشان اقدر تجاريا استفيد منه مش النادي الاهلي اللي قال هذا الكلام لا الاهلي بيبو وبشير ويخرب عقلك يا مجرم مش النادي الاهلي ما بيقولش الكلام ده في القناه بتاعته ما بيمسكش فرقه ما يحترمش لما يفوز ويأخذوا الذهب وما يحترمهاش إطلاقا لم يحدث داخل النادي الأهلي فالعبرة مش بأنت قناة ولا مش قناة ممكن تبقى في قناة نادي وتبقى ملتزم أي نادي بقى وتبقى أنت في قناة الدولة لكن أنت اللي بتعمل التعصب صحيح فهي الفكرة مش أنت فين الفكرة بتقول إيه بالظبط بس طيب كابتن مدحت رأيه في الناس اللي بتغير رأيها ده إيه بقى نشوف ما ينفعش وعلى فكرة اللي كاتبينه موظفين في الموقع ربما بتعليمات من الكبار وربما لا لكن هم كاتبين ده عشان بيقبضوا من الموقع اللي هم فيه أو من الجورنال اللي هو فيه لو راحوا موقع تاني هيكتبوا للصالح التاني لأنه بيقبضوا من الصالح التاني طيب الناس دي وحشة ولما بتروح جورنال من جورنال بتغير رأيها من موقع لموقع بتغير رأيها والناس دول وحشين وحشين قوي يا كابتن مدحت فاصل لا مش فاصل ولا انا رايي فاصل والله ولكن والله فاصل والله فاصل
بص قبل الفاصل اسمع بس كلامي اسمع فاصل هو ما ادكش فرصه انك تتكلم في حاجه الراجل قال ورد على نفسه بس خلاص ما اقدرش اخرك طلب لا مش محتاجين ان احنا نسترسل في حاجه خلاص هتوضح ايه تاني عايز تقول حاجه جديده اقولها عشان ما تقوليش انت بتصادر عليا لا مش مصادره احنا بنعيد التذكير تاني يا جماعه نحن ننشد الاداء الاعلامي المنضبط السليم نحن ننشد المزيد من ترسيخ القيم المهنيه هصلح لك بقى ننشد ننشد انت هريني هريني يا اخي اصلاحات لا قلت ننشد قلت ايه لا يعني اتلخبطت فيه لا نحن ننشد ننشد نحن نسعى غير لك الناس بتغير رايها نمشي غير الحرب حدش يقدر عليك نحن نسعى لمزيد من ضبط العلاقه مع الجميع من الاحتفاظ بالعلاقات المتبادله والمحترمه مع الجميع الاعلام الحكومي الاعلام الفئوي كاعلام انديه والحمد لله بقت اعلام انديه كان الاول الناس عايزه تهاجم قناه الاهلي يقول لك قنوات الانديه وما فيش الا قناه واحده فخلاص كده الامور اتضحت وبانت قناه الاهلي كانت تمارس ركسا من عمل الشيطان هم ما اجتنبوهوش مرسوه بس فضل ركس بالنسبه للاهلي ملك وكتابه لن يفرط مره واحده في ضوابطه المهنيه وفي حقوق النادي الاهلي بعد الفصل